تحذير، هذه البطولية حبايب الهدف مالتها انه نفرج الناس قوة المنتخبات اليوتيوب العربي، فمو الهدف مالتها يا حبايب انكم تسووا لي عركات بالكومنتات. المهم يا حبايب، شنو فكرة هذه المسابقة؟ هي عبارة عن قرعة راح اسويها بعد شوية يا حبايب بين 6 منتخبات عربية. ليش 6 منتخبات عربية؟ الصراحة لانه هذول الستة الوحيدين اللي اعرف اليوتيوبر مالتهم، ولكن ان شاء الله بالمستقبل اذا تفجر هذا المقطع باللايكات نسوي لكم هيك مسابقات. المنتخبات المشاركة هي سوريا والعراق والسعودية ومصر والأردن وبالإضافة للبحرين. قبل ما أشرح لكم شنو الفكرة اللي راح تصير على هذه المسابقة وشنو الطريقة اللي شخص يفوز بها بكأس العالم العربي، خلينا نبدي بالقرعة بالبداية. اوكي حبايب، حاليا راح نبدي لكم بقرعة كأس العالم العرب، عبارة عن دوامة راح يكون بها كل المنتخبات. مثل ما شايفين حاليا بعد بس ندوس بدأ راح يبدأ القرعة يا حبايب، ونشوف منو راح يواجه منو. طبعا مفاجأة ويانا، هي مو مفاجأة بس انه ويانا سارة، يعني اجمل مفاجأة، يعني وجه الخير على المنتخبات ان شاء الله. نقول بسم الله يا حبايب ونشوف حاليا. يا رحمن يا رحيم، بسم الله. اوكي فرجين. اوكي، منتخب مصر، منتخب مصر حلو. يا رب. اوكي مين تتوقع ان مصر راح يواجه؟ قلت لك حيواجه الاردن. اوكي خلينا ندوس ازاله ونقول بسم الله راح نشوف مصر راح تواجه منو بالضبط. يا رب. لا 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 لا. اوكي مصر ضد العراق. او ماي جاد، اتوقع تكون منافس كوش قويه، يوتيوبر عراقيين اقوياء ويوتيوبر مصر هم كلش اقوياء يا حبايب. ما يعرف ندوس ازاله. اوكي خلينا نشوف حاليا من راح يطلعنا يا حبايب. بسم الله. اوكي منتخب الاردن. اوه على فكره منتخب الاردن اتوقع هم اكو يوتيوبر اردني بشكل مو طبيعي. اتوقع ان الاردن راح يواجه، تكون نار اذا تواجهها مع السعوديه، فمع السعوديه بتحس. اوكي خلينا نشوف. اوه ضد السعوديه. اوف 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 اوف، على فكره من اقوى المنتخبين الموجودين هم السعوديه والاردن. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. اوكي اخر شيء يا حبايب بقالنا هو البحرين ضد سوريا. اتوقع على فكره البحرين لحد يستهين بيهم، البحرين انا اتابعهم من زمان وعدهم يوتيوبر نار. اوكي الاغلب حاليا قاعد يقول ان شو راح تكون نظام البطوله يا حبايب. راح نلعب اول مباراه واللي هي مصر ضد العراق. المباراه راح تكون عباره عن 10 نقاط او نقدر نقول 10 اهداف. كل نقطة يا حبايب راح نعرفها ببداية المباراة سؤال معين، يعني مثلا كمثال أكبر قناة من عدد المشتركين، راح أشوف أكبر قناة بمصر وأكبر قناة بالعراق من خلال 3 نقاط يا حبايب، اللي هو عدد المشتركين، عدد مشاهدات نقاط الفيديو، عدد مقاطع الفيديو يعني. كمثال إنه العراقي راح يفوز مثلا عدد المشتركين بشكل أكثر، ولكن المصري مثلا يتفوق بالمشاهدات وبالمقاطع الفيديو، فهذا يعني إنه مصر راح تاخذ النقطة، يعني على كل واحدة من هذول الثلاثة راح يحصل نقطة واحدة. بدأت المباراة وانطلق الفريقين يا حبايب بأول سؤال واللي هو أكبر يوتيوبر بكل دولة. نبدأ بالعراق يا حبايب واللي هي نور ستار. نور ستار عدد مشتركينها يا حبايب هو 18 مليون و800 ألف، وعدد مشاهداته هو 2,400,000,000، وعدد مقاطع الفيديو هو 589. احصائية نار. بالنسبة لأحمد حسن وزينب هم أكبر قناة مصرية ب 8 مليون مشترك و200 ألف، ومشاهداتهم نارية صراحة ب 2,300,000,000، الفرق 100 مليون بس عن نور ستار رغم أنه هي أكبر منهم بالمشتركين، ولكن مقاطع الفيديو 520 أي أقل من نور ستار. فهذا يعني يا حبايب ان نور ستار حصلت على العلامه الكامله بثلاث نقاط واعطتنا نقطه واحده للمنتخب العراقي. حاليا النتيجه 1-0 للمنتخب العراقي. ننتقل حاليا للنقطه الثانيه واللي هو اكبر قناه العاب. بالنسبه للعراقي يا حبايب اللي هو قناه اترو، اترو عنده 11 مليون و900 الف، ومشاهداته 1,900,000، ومقاطع الفيديو فوق ال 1300 فيديو. اما بالنسبه لمصر فاكبر قناه مصريه من ناحيه الجيمنج هي جيمنج بالعربي ب 3 مليون مشترك و200 الف، ومشاهدات فاقت ال 400,000,000، وحتى مقاطع الفيديو صراحه عالي واللي هو 1,200 فيديو. ولكن للاسف او هذا الشيء يعني انه اترو فايز بالثلاث نقاط بالعلامه الكامله، وتصير هذه النتيجه 2-0 للعراق. النقطه الثالثه واللي هو اكبر قناه
اخبار الصراحة والله مش منحاز، ولكن هذا اللي شفته انا حسب تدويري انه ماكو غير قناة مملكة القصص هي اكبر قناة اخبار باليوتيوب العربي كله من ناحية المشتركين ومن ناحية المشاهدات، وصراحة مصر ما لقيت اي قناة اخبارية عربية. فهذه يعني يا حبايب انه 3-0 للعراق. النقطة الرابعة الكبل، الكبل اقصد يا اما قناة عائلية يا اما ولد وبنية يصورون ويا بعض. نبتدي بالعراق واللي هي زينب صباح كأكبر قناة عراقية، يا عراقية يا حبايب قصدي انه اثنيناتهم كلهم عراقيين، احنا نعرف انه شهد وسمد عندهم عدد كبير من المشتركين ولكن سيامن سوري، فلكن انا اردهم اثنيناتهم عراقيين، وزينب صباح هي ومنصور يا حبايب عندهم قناة بها 1,600,000 مشترك، ومشاهداتهم فقط ال 98 مليون، وبالنسبة لمقاطع الفيديو فهو قليل وهو 82 فيديو. ولكن الصراحة قدامهم خصم كلش ناري واللي هو احمد حسن وزينب ب 8,200,000 متابع، وبمشاهدات 2,300,000,000، ومقاطع فيديو 520 فيديو تقريبا. الصراحة النقطة واضحة لأحمد حسن وزينب. بهذه الحالة يا حباب النتيجة تصير 3-1 للمنتخب العراقي. ننتقل حاليا للنقطة الرابعة واللي هو المحتوى الكروي. للأسف يا حبايب لاحظت انه العراق يفتقد هذا النوع من المحتوى بالعراق، فماكو اي قناة عراقية عدا عدد مشتركين كبير قدم المحتوى الكروي. بالمقابل مصر الصراحة عندهم كبار هواية، واحد من اكبر قنوات المحتوى يا حبايب الكروية عربيا وليس فقط بالمصر، واللي هي قناة صباح كورة اللي عندها فوق 2,000,000 مشترك. فصراحة النقطة واضحة هتروح مصر، وصار النتيجة 3-2 للمنتخب العراقي. اللي بعده فرق اليوتيوب، الفريق يا حبايب العراقي والاكبر هو التيم الخيالة اللي يحتوي على 1,000,000 مشترك بقناتهم وتقريبا 38,000,000 مشاهدة بمقاطع فيديو فقط 20 فيديو، ولكن خصمهم الصراحة كل الشرس واللي هو برنس مصر اللي عنده 2,000,000 مشترك ومقاطع فيديو فوق 450 فيديو ومشاهداتهم 750,000,000 ما فوق. الصراحة النتيجة واضحة راح تروح المنتخب مصر، وبهذه الحالة تتعادل الفريقين ب3-3. اللي بعده يا حبايب واللي هو محتوى الأكل، المحتوى الأكل الصراحة العراقي يحتوي على خصم كلش قوي واللي هو أمير بروز. أمير بروز يا حبايب عنده 7.5 مليون مشترك على قناته، وعدد مشاهداته فقط 1,300,000,000 بعدد فيديوهات قليل واللي هو 191 فيديو. خصمه من مصر الصراحة مو سهل ولكن أضعف منه واللي هو عمرو الشريف اللي عنده 900,000 مشترك، مشاهداته 107,000,000، وعدد مقاطع الفيديو هو 317. بهذه الحالة يا حبايب أترو فاز بنقطتين وعمرو فاز بنقطة، بهذه الحالة النقطة يا حبايب راح تروح الأترو، وصير النتيجة 4-3 للمنتخب العراقي. الخاتمة يا حبايب من الرابر، الرابر يا حبايب بالعراق أكيد احنا عندنا رابر قوي واللي هو مصطفى ريدر اللي عنده 970,000 مشترك، وعدد مشاهداته فوق 33,000,000، وعدد مقاطع الفيديو مالته تقريبا 91 فيديو. ولكن الصراحة قدام خصم كلش داري واللي هو أحمد مكي، الرابر المصري اللي عنده فوق 2,000,000 على قناته باليوتيوب ومشاهدات اللي فاقت 200,000,000 مشاهدة، إضافة إنه بس نزل 20 فيديو. بهذه الحالة يا حبايب ريدر حصل نقطة واحدة من مقاطع الفيديو، ولكن أحمد مكي حصل نقطتين من المشاهدات والمشتركين. بهذه الحالة حصير النتيجة 4-4 للفريقين. الحالية الكل قاعد يسأل شن هي النقطة التاسعة والأخيرة. النقطة التاسعة يا حبايب واللي هو قوة الجيش، يا أما العراق جمهور يا أما جمهور مصر. شو راح نحدد هذا الشيء؟ بنفس توقيت تنزيل هذا الفيديو نزلت لكم على منتدى ياهو الأخوة، منتخب مصر أو منتخب العراق أو جمهور مصر أو جمهور العراق. فكل ما عليكم يا حبايب 24 ساعة راح اختار من هو الفايز، تروحون تصوتون يا من جمهور العراق يا من جمهور مصر بدون طائفية يا حبايب وبدون مشاكل، مجرد ترحبية الموضوع مو أكثر. وبعد 24 ساعة يا حبايب راح اختار من هو الفايز اللي راح يتواجه ويا الخصم، ما الباشر راح نعرفه من ما بين السعودية والأردن. وصلوا يا حبايب اكتبونا بالكومنتات شاركم هذه السلسلة، وبس كانكم فايزين مقاطع من القصص. أحبكم ومع السلامة.